العودة المجنونة، خاصة أن في كافة التدابير والاحتياطات اللازمة. فوزية بوغريان النائبة الإقليمية للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. اليوم النيابة الإقليمية عرفت حفل بهيج بمناسبة الأعياد الثلاثة المجيدة، واللي هي عبارة عن ندوة علمية، والهدف من هذه الندوة هي إبراز تلاحم الملك مع الشعب وكذلك ترسيخ قيم المواطنة. وفي هذا اليوم اللي هو كان البارح اللي كان 16 نوفمبر اللي عرف عودة المقاوم الأول من المنفى الصحيق، إن أسرة المقاومة وجيش التحرير وكذلك مدينة سلا المجاهدة تعتز بهذا الحدث، لأنه نزل بمطار سلا الرباط وكان حدثا عظيما أكيد شهده جميع المغاربة، ولكن ساكنة سلا تعتز وتفتخر بهذا اليوم. هذا الندوة كما قلت تحت عنوان سلا تستقبل عريس الحرية العائد من المنفى متوجا ببشرى الاستقلال والحرية. الأستاذ عز المغرب معنينو أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس بالرباط أهتم بتاريخ المغرب، وأصدرت أخيرا كتاب حول مدينة سلا، وعندي عدة دراسات وتحقيقات لرحلات سفارية إلى أوروبا. نحتفل اليوم بذكرى خالدة وهي عودة محمد الخامس السلطان من المنفى الصحيق إلى أرض الوطن. هذا اليوم تحول إلى عيد وطني، ولكن مع الأسف نرى أنه عوض الاحتفال به وتذكير الأجيال الحالية والمستقبلية بأهمية هذا اليوم تحول اليوم إلى الراحة والاستجمام والجلوس في المقاهي كأنه يوم يعني عادي. بالعكس، فإحنا حاولنا أننا نثير انتباه إلى واحد حدث تاريخي فريد من نوعه، وهو أنه لما عاد محمد الخامس من المنفى إلى سان جيرمان أولينا وحي نيس، اجتمع برجال الحركة الوطنية من حزبي الشورى وحزب الاستقلال، واتفق معهم على أن يقوموا بتنظيم الأمن لعودته إلى أرض الوطن، لأن محمد الخامس يعرف جيدا مدى عشق المغاربة وحبهم الأسطوري الخيالي لشخصه.